السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم كمية حركة مركز الكتلة للصف 12 متقدم مجلد 3 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات، ردد شعار المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ وطبق مفتاح النجاح في عون الله في إيدك. تكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. كمية حركة مركز الكتلة لحساب متجه السرعة المتجهة لمركز الكتلة للنظام، نأخذ مشتقة الزمن لمتجه موضع مركز الكتلة للنظام، هذه تمثل متجه السرعة المتجهة لمركز الكتلة، ويساوي مشتقة R اللي هي متجه موضع مركز الكتلة للنظام، اللي هي بتساوي هذه الكمية 1 على M كابيتال. M كابيتال مجموع الكتل، وهذه مجموع حاصل ضرب موقع الكتل في مقدار الكتلة، وتساوي بالاشتقاق بنتوصل لهذه. الاشتقاق هذا للفهم، أما النتيجة هذه هي اللي بدك تحفظها واللي بدك تستخدمها في حل المسائل. إذا أخذنا مشتقة الزمن لكمية الحركة للنظام، نحصل على القانون الثاني لنيوتن لإيجاد مركز الكتلة. إذا مشتقة كمية الحركة لنظام الكتلة بالنسبة للزمن، وتساوي دي ام كابيتال في في كابيتال على دي تي، وتساوي استبدلنا كمية الحركة هذه بما تساويها اللي هي مجموع كمية الحركة لجملة الأجسام، وتساوي دخلنا الاشتقاق داخل هذا المجموع، فبصير عندك، وهذه عبارة عن ايش مرت معك من قبل، عبارة عن اف دي، يعني مشتقة كمية الحركة على الزمن هي القوة. اذا بصير عندك مشتقة كمية حركة النظام بالنسبة للزمن تساوي لمحصلة القوى. إفنت هي مجموع كل القوى الخارجية المؤثرة في نظام الجسيمات. من كل هالشريحة اللي بيفيدك بحل المسائل هذه المعادلة وهذه المعادلة. إفنت وتساوي مشتقة كمية الحركة بالنسبة للزمن، وتساوي كمية الحركة تساوي الكتلة في السرعة. الكتلة مقدار ثابت، تساوي لمشتقة السرعة بالنسبة للزمن، وتساوي مشتقة السرعة بالنسبة للزمن هي التسارع. هذا القانون الثاني لنيوتن. إذا حصلت القوة تساوي الكتلة في التسارع. بنفس الطريقة بالنسبة لمركز الكتلة، مشتقة كمية حركة مركز الكتلة بالنسبة للزمن، وتساوي M كابيتال مجموع الكتل مضروبة بمشتقة سرعة مركز الكتلة بالنسبة للزمن، وتساوي للكتلة في التسارع. لأنه يعني مشتقة سرعة مركز الكتلة، يعني هذه الكمية هي عبارة عن تسارع مركز الكتلة للنظام. إذا صار عندك محصلة القوى تساوي لها كتلة مجموعة الكتل في تسارع مركز كتلة النظام. إذا بيفيدك هنا للمعادلات اللي ملونتها بالنسبة لحل المسائل، باقي فهم. هاي القانون الثاني لنيوتن لإيجاد مركز الكتلة للنظام، وهي المركبات على X Y وZ. الارتداد، عند إطلاق رصاصة من بندقية فإن البندقية ترتد، أي أنها تتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي أطلقت فيه الرصاصة. الرصاصة حتطلع إلى الأمام، البندقية حترتد إلى الخلف. أو عندما تكون جالس في قارب ساكن وتلقي جسما خارج القارب، فيتحرك القارب في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي ألقيت فيه الجسم. يعرف الارتداد هذا بنتيجة القانون الثالث لنيوتن لكل فعل رد فعل، مساويه في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. ظاهرة الارتداد في البندقية، عند اطلاق اطلاقها الرصاصة تكتسب الرصاصة لحظة اطلاقها كمية حركة
أو زخماً معيناً لدفعها خارج البندقية، وفي الوقت نفسه تكتسب البندقية كمية حركة أي زخماً آخر مساوياً للزخم الأول في المقدار ومضاد له في الاتجاه، يعني معاكس له في الاتجاه، وهذا يسبب الحركة العكسية في البندقية أو ما يعرف بحركة الارتداد للخلف. يمكن أن يكون خروج الكتلة من النظام مستمر فيؤدي على ارتداد مستمر بالنسبة لخرطوم إطفاء الحريق. تأمل في اندفاع الماء من خرطوم إطفاء الحريق كمثال على الارتداد. مثال: يقف رجل كتلته 55 كيلوغرام في زورق يطفو على سطح الماء كتلته 65 كيلوغرام وطوله 4 متر، فسار هذا الرجل من نقطة تبعد 0.750 متر عن مؤخرة الزورق إلى نقطة تبعد هالمسافة عن مقدمة الزورق. إذا افترضنا أن الاحتكاك بين الزورق وسطح الماء ضئيل جدا، فما مقدار المسافة التي سيتحركها الزورق؟ لاحظ شو اللي عملته، رسمت وضعية الزورق والرجل قبل الحركة، وهي رسمة الزورق والرجل بعد تطبيق الحركة. هي إكس واحد قبل وإكس اثنين مركز كتلة الرجل، عطيت للرجل رقم واحد وللزورق رقم اثنين. إكس اثنين عبارة عن اثنين لأنه طول الزورق أربعة، إكس واحد عبارة عن الأربعة ناقص البعد، هذه إكس واحد عبارة عن اثنين ناقص الأربعة لأنه هو كان يقف هنا. الرسم الثاني إكس شرطة واحد بعد مركز ثقل الرجل عن المحور واي، وهذه المسافة دي وهي إكس شرطة اثنين، دي وتساوي لإكس شرطة اثنين ناقص إكس اثنين، لأنه إكس اثنين شيء إكس اثنين اللي هي هذه إكس اثنين. وإكس شرطة واحد تساوي لإكس شرطة اثنين ناقص اثنين زائد 0.50، طبق على الرسم. يعني هذولي ما حتقدر تفهمون إلا إذا طبقتهم على الرسم. إكس بعد تساوي لإكس قبل، إذا هاي طبقنا المعادلة هذه على الحركة بعد وهي الحركة قبل. كون المقام مشترك فبنتخلص من المقام، بصير عندك البسط وبترتب وبتعمل وبتشتغل ولحتى تطلع معك النتيجة. لازم ورقة وقلم وتبدأ بالعمل، أنا أعطيتك فكرة الحل. الحركة العامة لمركز الكتلة، إذا فرضنا أن كتلة مفتاح الربط متركزة في نقطة فإن النقطة ستتحرك في شكل قطع مكافئ. الخط الأخضر هذا يمثل حركة مركز كتلة مفتاح الربط تحت تأثير مين الجاذبية. لاحظ هنا الرسم، مفتاح الربط يتحرك حركة دائرية بمعدل ثابت حول مركز كتلته بمثل الخط الأسود. لاحظ مفتاح الربط في هذا الوضع ثم أصبح في هذا الوضع، راقب رأس مفتاح الربط ثم صار في الأعلى في الأعلى في الأعلى، إذن يدور. لو راقبته هنا بتلاحظ كيف حركة دائرية. إذا مفتاح الربط عم يتحرك حركتين، مركز ثقله بيعطيك شكل قطع مكافئ، مفتاح الربط يدور حركة دائرية. أنواع النظام، عندنا نظام مغلق ونظام معزول. عندما لا تغادر أي جسيمات أو تدخل النظام، لا تغادر أي جسيمات أو تدخل النظام نسميه نظام مغلق. معزول عندما تكون القوى الخارجية الصافية تعمل على نظام من الجسيمات صفر، القوى الخارجية صفر، بيكون نظام معزول. النظام المغلق بتكون بي تساوي لثابت، إذا كمية الحركة تساوي لمقدار ثابت في النظام المغلق والمعزول. في النظام المعزول محصلة القوى تساوي الصفر. إذا في النظام المغلق والمعزول كمية الحركة تساوي لمقدار ثابت، يعني التغير في كمية الحركة يساوي كمية الحركة النهائية ناقص كمية الحركة الابتدائية وتساوي للصفر، يعني كمية الحركة النهائية تساوي كمية الحركة الابتدائية. في خرطوم المياه تتغير كمية الحركة بسبب تغير الكتلة وليس تغير السرعة المتجهة.
بحركة الصاروخ أيضا تتغير كمية حركة الصاروخ بسبب تغير كتلته بسبب اندفاع الغازات من مؤخرة الصاروخ. وفي رعاية الله، إلى اللقاء في الدرس القادم اللي هو حركة الصاروخ.